كله مبسوط قال خليها على الله ويريتك ما سألت أساسا بالمرة على حسب الوضع المالي أنا بحكي بس عن حالي صرفت كتير وقليل بس هلقيت كل شي غالي بتقول له طب وأنا مالي بيقول لك بس اسمعني نزلني هان يا خالي قال هيك أخريتها يعني عربية السواقين والتكاسي وكلام وين طالع اطبوق الباب خلعت الايد عامهلك يا راجل والله صلحته من جديد ومن وين نلاقيها طب اسمع لك هالقصة امبارح في سواق عصل لك هالعصة وطاعش للكبود ولبس في العمود طب وانا شو دخلني ليش تحطني في هذا المود عواجيت السواقين والتكاسي وكلامهم لكتير ولا بيوجع راسي ترارم 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 كيف شايف جيل اليوم ممكن تشرح أحواله جيل مقضيها في النوم وكل همه نوع جواله صاق الله على جيلي اتفضل اخرط واحكيلي اشتغلت في التجارة ومن صغري بصرف على العيلي طب بما انك تجري كبير بتقلي بالشيك المليون شو اللي مشغلك عالتاكسي بدي اسدد هالديون حواجيت السواقين والتكاسي وكلام